ما هي بركة؟ البركة هي زيادة الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، الحمد لله الذي جعل يوم الاثنين يوم الحفلة، وجعل يوم الثلاثاء يوم المحادثة، وجعل يوم الأربعاء ليوم الدراسة، وجعل يوم الخميس ليوم الأنقادر الدجاجة، وجعل سيد الأيام ليوم الجمعة، وجعل يوم السبت ليوم الخطبة، وجعل يوم الأحد يوم العطلة. أما بعد، المكرم مدير المعهد تربية الإسلام يحمدني تنجملي الحاج أمور كي هجي مصرين عبد المجيد وقس لباب الأمام عبد الله معروف والأساتذ والأساتذة في عناية الله. أولا، هيا بنا نشكر الله تعالى الذي قد أعطانا جميعا نعمه ونعمه علينا حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. ثانيا، صلي وسلاما دائمين ومتلازمين على خير الأنام على آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. خرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى. صحيب أحمدني رحيمكم الله، ما هي البركة؟ البركة هي زيادة الخير. كلام بركة فكلام خير. فقال الشاعر: الحركة بركة، من تحرك أمر حياته. شروط البركة في شروط الأعراف آيات 96. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا وتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات الإسلام. أولا، بركات من السماء هي المطر والريح وخير ذلك. ثانيا، بركة من الأرض هي الرمال وفضات وخير ذلك. إذا وجدتم خطأ في كلامي كل ذلك مني، فإذا صحابا فمن الله. شكرا. اهدنا الصراط المستقيم. انظر ما قال ولا تنظر من قال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.